نيويورك رينا سوكرمان، أذهب إليك هذه المرة. في جانب آخر متعلق بروسيا اللي بتحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإنفاق العسكري أيضا، اللي بلغ 109 مليار دولار في العام الماضي. هذه زيادة يعني بنسبة 24% مقارنة ب 2022. هذه الدول طبعا قادرة على رفع إنفاقها العسكري، لكنها تمثل تهديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية باختلاف يعني الدرجة، درجات متفاوتة، إما روسيا تمثل تهديد أكبر أم الصين. لكن السبب الرئيسي في رفع كل هذه النسبة في رأيك سيدة إيرينا ما هو؟ حسنا، إن العامل الأساسي حيث أن السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق الدفاعي هو لتقديم الدعم إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأيضا من أجل محافظة على قوة عملياتها العسكرية الأخرى في دول أخرى. روسيا لديها تواجد عسكري في كثير من الدول حول العالم، في جورجيا على سبيل المثال، وكذلك في بعض الدول في مولدوفا، وكذلك بالإضافة إلى هذا يأتي ذلك في ظل التدريبات العسكرية والمناورات العسكرية مع دولة روسيا البيضاء، حيث أن هناك عمليات ومناورات مستمرة، فكان لزاما على روسيا أن تزيد من حجم إنفاقها الدفاعي. وأيضا يجب أن نضع في الاعتبار الشركة العسكرية الخاصة مثل فاغنر وما تلاها من شركات التي تعمل في الخدمة العسكرية الروسية بشكل غير رسمي في شكل شركة خاصة، ولكن أيضا هذا يتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي. فبالتالي روسيا تحاول زيادة تواجدها في أفريقيا وعدد من المناطق حول العالم. من خلال هذه الأسباب وهذه الأسس كانت تحتاج في زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على مصالحها الدفاعية، وأيضا للحفاظ على قوتها العسكرية على الكثير من المستويات الكبيرة. ولكن في ظل هذه العقوبات اقتصادها تأثر بشكل بالغ بسبب انقطاع التعاون مع عدد من الدول، وأيضا عدم قدرتها على تعويض هذا النقص في القطاع الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة عليها من دول الغرب. فبالتالي كان هناك انفاقا داخليا في روسيا لتعويض هذه الخسائر الاقتصادية، ولكن هناك حاجة أيضا للتركيز على موضوع الإنفاق الدفاعي، لأنه ربما يشير إلى عدد من التفاعلات. وأيضا هناك تغيرات كبيرة وملحوظة، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حاليا قام بفرض بعض العقوبات على روسيا في القطاع الدفاعي والعسكري، ولكن هناك كثير من العقوبات التي لم تظهر آثارها حتى الآن، حيث تأخذ وقتا طويلا حتى نرى الآثار لهذه العقوبات. فبالتالي تأثر الاقتصاد الأوروبي وتأثر الاقتصاد الروسي في نفس الوقت، ولكن هناك حاجة إلى تعويض هذا النقص بكافة السبل المتاحة. نعم، تناولنا إمكانية تأثير هذه العقوبات، ولكن لم يحدث هذا الأمر حتى الآن، ولكن ربما تكون هناك بعض القصور الاقتصادي الذي يمكن أن يؤثر على الموازنات الدفاعية لروسيا أيضا، ولكن حتى الآن نرى أن هذه العقوبات لم يكن لها التأثير المرجو أو التأثير المتوقع على الإنفاق العسكري بشكل عام.